أننا اليوم كاتحاد عمل نسائي لبينا دعوة ربيع الكرامة للحضور لهذه الوقفة من أجل تنديد بالحكم الصادر في قضية في اغتصاب طفلة تيفلت. هذا الحكم الذي يعني تمكن المغتصبين والبيدوفيليين من ظروف تخفيف ومكنهم من الإفلات من العقاب ضدا على القانون وضدا على كل المكتسبات في المغرب. هذا الحكم الذي اعتبر الظروف الاجتماعية للجونات واعتبر أن الفعل أو الجريمة الشنعاء التي ارتكبوها ليست بالخطورة التي تستدعي تطبيق مقتضيات أو تطبيق العقوبة المقررة في فصول المتابعة. أكيد أن هذا الحكم من شأنه أن يعني يعطي مجموعة من الرسائل. أولا أن كل ما يعتمد داخل المغرب إذا لم يتم تعزيزه بقوانين وطنية مساواتية يعني يتم تنقيته من كل مظاهر تمييز، أكيد أن عملنا ما زال طويلا وأن كل ما يمكن أن نبنيه من خطط واستراتيجيات وأعمال لا يمكن أن ترقى إلى المطلوب وترقى إلى حماية النساء والفتيات في ظل قوانين تمييزية، قوانين دائما ترجعنا الأحكام القضائية لتظهر لنا أن العيب والعيب الكبير في القوانين التي تؤطر هذا التمييز وتؤطر هذا العنف. لذلك اليوم رسائلنا موجهة للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة من أجل اتخاذ صلاحياتهم التي يخولها لهم الدستور والقانون، وكذلك رسائلنا موجهة للقطاعات المسؤولة على تغيير القوانين الجنائية من أجل تغيير منظومة القانون الجنائي بصفة عامة تغييرا شاملا وجذريا، واستثناء جرائم الاعتداءات الجنسية على الطفلات والنساء وجرائم العنف من القضايا أو الجرائم التي يمكن أن يستفاد من فيها المتهمون من ظروف تخفيف، لأن هذه المكنة التي يمكنها الفصل 147 للقضاة في إطار سلطتهم التقديرية الواسعة أكيد أنه يؤدي إلى إفلات المجرمين من العقاب ويؤدي إلى استدامة هذه المظاهر العنف التي تتكرر في كل مرة، وأكيد أن غيرها كثير لكنه لم تتح له الفرصة للوصول إلى القضاء أو الوصول إلى الإعلام من أجل الجهر به. لذلك كنعتبر أن هذه الوقفة أساسية من أجل التبليغ عن كل عن صدمتنا وأسفنا كمجتمع مدني ركمنا الكثير من التجارب ومن العمل في مجال مناهضة العنف وفي مجال حماية حقوق النساء. أكيد أن هذا الحكم كذلك سيؤدي إلى تقوية الثقة في العدالة. تحالف ربيع الكرامة ينظم اليوم هذه الوقفة الاحتجاجية أمام محكمة استئناف بالرباط لأنها هي مصدرة الحكم الذي يعني صدم كافة المكونات النسائية والحقوقية والديمقراطية بصفة عامة وكافة مكونات الشعب، بل امتد صدى هذا الحكم حتى إلى خارج المغرب في الوقت اللي وزارة العدل كتعرف واحد الدينامية ديال مراجعة التشريعات المغربية وضمنها القانون الجنائي اللي كانوا متابعين به الجنات وقانون الإصدارات الجنائية، وكذلك أصدرت مسودة لقانون يعني العقوبات البديلة. هذا الحكم نعتبره بأنه يشجع على الإفلات من العقاب جرائم العنف ضد النساء والفتيات وخاصة الاعتداءات الجنسية، لأن أحد الفصول المتابع بها المتهمين اللي كانت متابعة بالتغرير بقصر عن طريق التدليس وكذلك هتك عير نتج عنه افتضاد البكرة ونتج عنه حمل، يعني العقوبة في فصل 488 تصل إلى 30 سنة سجنا، فكيف يعقل أن يعني يخفف الحكم إلى مستوى سنتين اللي هي عقوبة حبسية وليس عقوبة سجنية كما يحدد ذلك أحد فصول المتابعة. إذا أحكام من هذا القبيل هي من شأنها أن تشجع على الإفلاس من العقاب، هي أحكام لا تحقق العدالة الجنائية المنشودة، أحكام لا تنسجم مع روح الدستور الذي ومقتضياته التي تنص على حظر التمييز وحظر العنف أيا كان مصدره وأيا كان سببه، مع مقتضيات أخرى تتعلق بالعدالة، تتعلق بالأمن القانوني، تتعلق بالأمن القضائي التي جاء بها الدستور. يعني إن كان لنا من مطالب، أولا الملف معروض على محكمة الاستئناف، نأمل أن تعيد النظر محكمة الاستئناف وأن تصحح يعني لما وقع بهذا الحكم هذا يعني محكمة الجنايات الابتدائية، وأن يعني تصدر حكما عادلا سواء في الشق المتعلق بالزجر ولا في الشق المدني، لأن أكيد أن هناك أضرار نفسية وهناك أضرار مادية ستصاحب هذه الطفلة طيلة حياتها. لنا أن نتصور 12 سنة وفرض عليها على أن تصبح أما وهي ما زالت تحتاج إلى يعني إلى أم وإلى رعاية أم، حرمت من التعليم، حرمت من كافة الحقوق، والآن هي مجبرة على أن تكون ناضجة وعلى أن تقوم بدور أم في الوقت اللي
ولو ان يعني الخبره الجينيه اثبتت ابوه احد الجينات لهذاك المولود، مع ذلك يعني مدونه الاسره هي لا تضمن لها حق النسب الابن ولا تضمن لها يعني الحق في النفقه. باش حنا مواطنين لا حقوق لا مساواه.